شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. إذن ترمذ المدينة الإسلامية العريقة والتاريخ المجيد، ترمذ على مجرى نهر جيحون، ترمذ تقع الآن في أوزبكستان. المدينة كانت حسنة العمارة تخترقها الأنهار وفيها البساتين، فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله. بقيت تحت الخلافة الإسلامية ودخلت تحت حكم السلاجقة، دمرها المغول وأصابها ما أصاب أخواتها في الاجتياح الشيوعي الذي أراد طمس معالم الإسلام، فهدم المساجد وحولها لإسطبلات الدواب، ومزقت المصاحف وكتب العلم الشرعي، وغير الحرف العربي، وأغلقت المدارس الشرعية. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. زالت الشيوعية ولم ينطفئ نور الإسلام. ماذا أنجبت هذه المدينة؟ ترمذ تذكر المدينة بذكر الإمام، لأن الإمام صار أشهر من المدينة. أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، الحافظ العلم الإمام البارع، مصنف كتاب الجامع سنن الترمذي، وكذلك كتاب العلل والشمائل، وأحد الكتب الستة صحيح الترمذي وسنن الترمذي. هذا الكتاب المسند العظيم الذي قال صاحبه: عرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به. حتى قيل: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. الترمذي رحمه الله لم تمنعه العاهة، وما أصيب به من العمى عن مواصلة مشوار العلم والتعليم، فقد طرأ عليه قضاء الله بذهاب حبيبتيه بعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف، ومات بترمذ رحمه الله. كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ، وهو تلميذ البخاري. قيل: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. رحم الله الجميع، أئمتنا وأعلامنا، شيوخنا ومحدثونا، علماؤنا وقادتنا، أسوتنا، علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل. الوفاء لهم يقتضي على الأقل النظر في كتبهم. إذا سمعت بسنن الترمذي طالع فيه،